حيث كثفت القوات الروسية هجومها على إقليم دونباس. وقالت قيادة الجيش الأوكراني إن القتال في مدينة سيفيرودونيتسك شرقي البلاد ما زال مستمرا مع تنفيذ القوات الروسية عمليات هجومية، مضيفة بأن القوات الروسية شنت قصفا على منطقة مدينة سيفيرودونيتسك باستخدام المدفعية. أما في موسكو فقد ذكرت وزارة الدفاع الروسية بأنها دمرت ترسانة أسلحة ضخمة في منطقة كريفيري وسط أوكرانيا. كما ذكرت الوزارة بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز سوخوي 25 في منطقة دنيبرو، كما تم إسقاط 4 طائرات من دون طيار في مناطق خاركيف ودنيبرو بيتروفسك ودونيتسك. أيضا نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لمدفع مالكا الروسي أثناء استهدافه مواقع عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وبحسب وزارة الدفاع فقد استهدف المدفع مالكا مواقع القوات الأوكرانية المحصنة في إحدى الغابات بقذائف شديدة الانفجار من مسافة تصل إلى 40 كيلومترا. معنا من أقصى شرق منطقة ومحافظة زابوروجيا على الحدود مع دونيتسك مفادنا عبد الجليل بردودي. من كييف ينضم إلينا سمير عمر. أيضا تنضم إلينا منى أبو دياب في موسكو. ونبدأ أولا مع عبد الجليل بردودي الذي يتواجد الآن في إحدى المناطق التي تتعرض لهجمات. كيف هو الوضع هناك عبد الجليل؟ نعم فضيلة، نتواجد الآن في بلدة بيكروفسكا وهي البلدة الأخيرة قبل خطوط المواجهة، قبل الخطوط الدفاعية للقوات الأوكرانية التي تتواجد على بعد حوالي 10 كيلومتر من هذا المكان، قبل الخطوط الهجومية للقوات الروسية التي تتواجد قبالتها ولا يفصلهما فقط إلا منطقة يتراوح عرضها 4 كيلومترات فقط. صباحا كنا تقريبا في ذلك المكان وكان هناك قصف وتبادل لإطلاق النار متواصل بين الجانبين، وهي طبعا في نفس الوقت في أقصى شرق زابوروجيا أي محادية لإقليم أو لمنطقة دونيتسك هناك، حيث تسيطر عليها القوات الروسية منذ قرابة 3 أشهر. تتواصل هنا يعني عملية الدفاع عن الأراضي الأوكرانية في الجانب الشرقي من مدينة زابوروجيا. وقد بلغنا أيضا اليوم حينما توجهنا إلى أحد البلدات والتي تعرضت أيضا لقصف صباح اليوم بأن هناك مساعدات عسكرية وأسلحة جديدة وصلت إلى إحدى الفرق العاملة هناك وإحدى الكتائب حيث تم استلامها. ومن هنا أنذاك أيضا من التصوير ذلك بدوافع أمنية، بحيث أن هذه الأسلحة جديدة وصلت إلى الجبهة ولا يريدون طبعا أن يتعرف عليها الجانب الروسي. يقول هنا أحد المسؤولين العسكريين أنها ستساعد في صد الهجومات الروسية في هذه المنطقة. المعروف فضيلة أن زابوروجيا يعني الإقليم أو المحافظة تسيطر عليها القوات الروسية بنسبة 80% وخاصة في الجانب الجنوبي منها، وتسيطر بذلك على كل سواحل بحر أزوف، ولم تبقى إلا مدينة زابوروجيا وبعض الشريط أو الطريق التي توصل إلى هذا المكان الذي تتواجد فيه يعني فرقة سكاي نيوز عربية. ويحاول الآن أو تحاول القوات الروسية أيضا السيطرة عليه، خاصة وأن التقارير الأخيرة تقول أن روسيا قد نقلت قواتها أو مجموعة من القوات البرية والبحرية والجوية من القرم في اتجاه مدينة زابوروجيا. وإذا سقطت مدينة زابوروجيا ويعني ودخلت إليها القوات الروسية فبذلك تكون قد سيطرت على آخر أكبر المدن في الجنوب الشرقي لأوكرانيا، وبهذا ستضمن بعدها إذا طبعا إذا تحصلت أيضا على أوديسا ستضمن بعدها امتداد الجغرافي إلى حد القرم، وهذا حسب المحللين ما تبحث عنه الآن القوات الروسية. أشكرك من أقصى شرق محافظة زابوروجيا على الحدود مع دونيتسك مفدنا عبد الجليل بردودي. أنتقل إلى كييف. سمير، كيف تتفاعل هذه الأخبار
عن دنو موعد ربما سقوط آخر المعاقل بيد القوات الأوكرانية في يد قوات روسيا. يعني فضيلة، القادة الأوكرانيون يعترفون بتردي الأوضاع على الجبهة الشرقية في زاباروجيا، لكنهم لا يريدون الاعتراف بأن القوات الروسية ستحكم سيطرتها على تلك المنطقة. لكن دعيني أشير أيضا إلى أنه في الساعة الأخيرة أعلنت وزارة الدفاع البولندية أنها ستدفع ب18 مدفع هاوتزر لدعم القوات الأوكرانية، وهو الذي يقدر على إطلاقه لبعد 48 كيلومتر، وهذا في إشارة إلى أن الدعم العسكري البولندي هو الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية للجانب الأوكراني. كيف تستقبل كييف تلك الأنباء؟ دعيني أشير إلى تلك الصورة التي تبدو خلفنا، حيث وضعت القوات الأوكرانية بعض المعدات العسكرية الروسية في هذا الميدان الذي يشهد منذ ساعات الصباح الباكر توافد الآلاف من الأوكرانيين في مشهد يعبر حسب كثيرين على تماسك الجبهة الداخلية الأوكرانية المطالبة باستمرار الدفاع عن كامل الأراضي الأوكرانية. هذا المشهد أرادته السلطات الأوكرانية ودعت إليه وسعت لكي يكون مبعثا لطمأنينة الشعب الأوكراني في كييف، وهم يستخدمونه أيضا لزيادة تماسك الجبهة الداخلية هنا من أجل استمرار القتال. الأمر الآخر هو كيف ستنعكس تلك الأوضاع السيئة على الميدان على حالة هؤلاء. لا يبدو أن غالبية الأوكرانيين يسلمون بالتفريط في أي أراضي أوكرانية. كيف سينعكس ذلك على المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني هو ما تحمله الأيام المقبلة، حيث ينتظر الأوكرانيين مزيدا من الأسلحة تمكنهم من صد الهجمات الروسية، ومن ثم إذا ما بدأت المفاوضات يكون وضعهم الميداني أفضل مما هو عليه الآن. ننتقل الآن إلى موسكو مع منى أبو دياب. ما هي المرحلة التي تستعد لها القوات الروسية بعد يعني ربما الاستيلاء لاحقا على منطقة سيفيرودونيتسك؟ نعم فضيلة، دعيني أبدأ من حيث انتهى زميلي سمير عمر بالحديث عن مبدأ المفاوضات. قبل قليل كان هناك تأكيدات من الكريملين بأن الاتصال الهاتفي الذي سوف يعقد الذي أعلن أنه سوف يتم غدا بين الرئيس الروسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان سوف يكون بصيغة ثنائية، وكان ذلك ردا على معلومات تم نشرها بأن الاتصال قد يكون ثلاثيا بطلب من تركيا وبرغبة تركية لجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأوكراني. ربما في تأكيدات الكريملين بأن الاتصال سوف يكون ثنائيا بين الرئيس الروسي ونظيره التركي فقط وليس هناك أي مكان للرئيس الأوكراني زيلينسكي، رد روسيا على المبدأ التفاوض بشكل عام. نعم روسيا مستعدة للتفاوض ولفتح الأبواب السياسية، هي لا تغلقها، ولكن ليس هناك أي شيء يصدر من الطرف الأوكراني تراه موسكو قابلا للتفاوض وفق ما تريد ما تصر عليه كييف. موسكو شروط موسكو واضحة وصريحة. ونعود إلى الميدان، كما ذكرتي في الميدان يبدو الصوت الروسي في هذه الأيام واثقا وحازما بالخطوات التقدم الذي تحرزه القوات الروسية سواء في جبهة سيفيرودونيتسك، والإحكام السيطرة على سيفيرودونيتسك سوف يعني إحكام السيطرة على لوغانسك بالكامل، وفي الجنوب زاباروجيا وخيرسون أيضا يبدو أن هذه المناطق لوغانسك ودانيس وخيرسون وزاباروجيا سوف تكون أوراق خارج التفاوض بالنسبة لموسكو، خاصة زاباروجيا وخيرسون هناك تأكيدات على أن تلك المناطق لن تعود إلى السيطرة الأوكرانية، وأن هناك أيضا مساعي لنقل هذه المناطق إلى سيطرة الروبل، أن الروبل بدأ التعامل بالروبل بتلك المناطق، وهناك قرارات رئاسية صدرت بتسهيل حصول على الجنسية الروسية لسكان زاباروجيا وخيرسون. إذا يبدو أن هذه المناطق باتت خارج التفاوض بالنسبة لموسكو. وإذا عدنا إلى بيان وزارة الدفاع الروسية، كان هناك اليوم تأكيد على أنه تم تدمير مخازن أسلحة في دنيبر بتروسك، وهذه أول مرة يتم إشارة إلى هذه المنطقة. قد ربما يكون هناك إشارة إلى مخطط العمليات في الأيام المقبلة. نعم فضيلة إليك. شكرا منى أبو دياب في موسكو، وأشكر أيضا سمير عمر في كييف.